السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لا يخفى عليك هو المذاق الحلو اللذيذ الذي تمتاز به الكاكا أو الكاكي، غير أن الأبحاث الحديثة ربطت عدة فوائد صحية أخرى بالفاكهة نستعرضها فيما يلي. أولاً، حماية القلب والشرايين. تلعب الكاكا دوراً مهماً في دعم صحة القلب والأوعية، وذلك من خلال مضادات الأكسدة قبيل الكرسيتين والكامفيرول اللذان يسهمان في خفض كل من ضغط ومستويات الكوليسترول الضار في الدم. ثانياً، دعم وظائف العين. تحتوي الفاكهة على كميات مهمة من الفيتامين ألف، الشيء الذي يحسن الرؤية ويقي العضو من أمراض مختلفة كالتنكس البقاعي المسبب لفقدان البصر المبكر. ثالثاً، الحد من الالتهابات. تسهم مضادات الأكسدة التي يتوفر عليها الكاكي، خاصة حمض الأسكوربيك، في الحد من الالتهابات الناتجة عن الجذور الحرة، مما يقي الجسم من الإصابة بأورام مختلفة وأمراض مزمنة متعددة. رابعاً، تعزيز سلامة البشرة. تسهم مضادات الأكسدة التي يوفرها غذاء موضوعنا في حماية خلايا البشرة من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، الشيء الذي يؤخر ظهور البقع المرتبطة بالعمر ويقي من التجاعيد المبكرة. خامساً، تحسين عمليات الهضم. تمتاز الفاكهة بغناها على مستوى الألياف الغذائية التي تحفز حركة الأمعاء وتقي من الإمساك، وهذا فضلاً عن كونها أيضاً غذاءً لبكتيريا الأمعاء النافعة التي تدعم امتصاص العناصر الغذائية. بعد أن تعرفت على بعض فوائد الكاكا الأساسية، إليك الطريقة الصحية لتناولها. تتمثل الطريقة بكل بساطة في تناول 100 غرام من الفاكهة، أي ما يعادل تقريباً حبة صغيرة الحجم مرفقة بمصدر من البروتين كالزبادي اليوناني أو بيضة مسلوقة، وذلك خلال حصة واحدة في اليوم. وختاماً لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول الكاكي، وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.